نقلت وكالة سبأ للأنباء التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري قولها إن قوات التحالف السعودي الإماراتي شنت 17 غارة على مناطق متعددة من اليمن خلال 24 ساعة. وأوضح المصدر أن 9 غارات استهدفت محافظة صعدة و6 غارات أخرى استهدفت محافظة مأرب و2 في الجوف. وأضاف أن القوات الحكومية والتحالف قامت ب226 عملية عسكرية في عدد من الجبهات. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تصاعد الاشتباكات في محافظة الحديدة غربي اليمن منذ منتصف شهر يناير الجاري، محذرة من تعريض آلاف المدنيين للخطر. وأشارت في تقرير إلى وقوع ضحايا مدنيين بالفعل وتضرر منازل ومزارع في حيس ودريهمي ونزوح أكثر من 100 أسرة. ونقل البيان عن أوك لوتسما منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بالإنابة قوله: إن الهجمات العشوائية على المناطق السكنية تعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. من صنعاء ينضم إلينا مراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، الاشتباكات في الحديدة لم تتوقف أصلا، لكن هناك ارتفاع في منسوب الهجمات والاشتباكات، أين تتركز تحديدا؟ نعم ريما، محافظة الحديدة تحديدا لا تكاد تتوقف الاشتباكات فيها يوما واحد. الاشتباكات بين القوات المشتركة التابعة لهادي وكذلك بين أنصار الله الحوثيين في مناطق حيس والدريهمي، وهما مديريتان تابعتان لمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وهما المديريتان اللتان تضررتا كثيرا. الأمم المتحدة تقول بأن خلال الأسبوع الماضي 8 مدنيين قتلوا في هذه المناطق، ناهيك عن عشرات الجرحى من المدنيين الذين سقطوا بسبب الاشتباكات بين الطرفين. كل طرف يتهم الطرف الآخر بعشرات الخروقات إن لم تكن مئات الخروقات في هذه المحافظة الساحلية التي صمدت كثيرا أمام اتفاق ستوكهولم. بالأمس خرجت مظاهرة تابعة لحكومة هذه في اتجاه مدينة المخا على ساحل البحر الأحمر، وهي تابعة لمحافظة تعز، تطالب بإلغاء اتفاق ستوكهولم. في المقابل الحوثيون خرجوا كذلك من قبل بمظاهرات تطالب بإلغاء القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، لأن ذلك سيؤثر على الوضع الإنساني، لكن الاشتباكات لن تتوقف. ناهيك عن أن الحوثيين رصدوا عدة طائرات استطلاعية في هذه المحافظة الساحلية تابعة للقوات المشتركة التابعة للرئيس هادي. إذا التعزيزات تتواصل لكلا الطرفين، اجتماعات كذلك لطارق صالح وهو قائد في تابع لقوات هادي في جبهة المخا من أجل إعادة ترتيب والتموضع لحشد المقاتلين إلى جبهات القتال في هذه المحافظة الساحلية. في المقابل الجبهات الأخرى لم يتوقف فيها القتال، وبالتحديد في محافظة مأرب التي تدور فيها أعنف الاشتباكات بين الطرفين، وكذلك محافظة الجوف القريبة لها بالتزامن مع غارات مكثفة لطيران التحالف، آخرها 3 غارات شنها طيران التحالف على محافظة صعدة وبالتحديد على مديرية كتاف التابعة لمحافظة صعدة. كما اتهم الحوثيون القوات السعودية بقصف مدفعي وصاروخي على منطقة رازح الآهلة بالسكان وهي تابعة لمحافظة صعدة وعلى الحدود مع المملكة العربية السعودية. في المقابل الوضع الإنساني سيء ومزري للغاية. شكرا جزيلا لك من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي.